صباح الخير كل متابعي اليوم السابع للأسبوع الثالث على التوالي. يواصل طلاب الثانوي العام أداء امتحانات نهاية العام، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت 21 مايو امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقيا وإلكترونيا. طبعا الامتحان بيبدأ في الثامنة صباحا، وطبعا وطبعا الامتحانات بتكون على أجهزة التابلت في على شبكة المدرسة، ده الجزء الإلكتروني في الامتحان. المدارس بتطبق طبعا الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء دخول الطلاب وأثناء عقد لجان السير. طبعا وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات مهمة للطلاب الثانوي العام، سواء الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي. حذرت وزارة التربية والتعليم من محاولات الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو جروبات الغش على تطبيق تليجرام أو الواتس. ووزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي أكد على أنه وزارة التربية والتعليم عندها أو لديها البيانات والمعلومات الخاصة بأي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، وتم رصدهم خلال الأيام الماضية. وطبعا شدد على أنه هيتم تطبيق الإجراءات أو قانون مكافحة الغش على هؤلاء الطلاب. وطبعا قانون مكافحة الغش بيقول أنه هؤلاء الطلاب يتم حرمانهم من الامتحان سواء في المادة أو أكثر من مادة حسب الجسام الجريمة التي ارتكبها الطالب. دي كانت متابعتنا لدخول الطلاب الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس. وأنا نشكر كل متابعي اليوم السابع، شكرا جزيلا. صباح الفل.